جسمي ده مرض جلدي عشان مناعتي ضعيفة، واللي في وشي ده مسبب لي زي ما انتوا شايفين كده اختلاف في البشرة. المرض ده عندي من وانا عندي 8 شهور، بدأ يظهر بنقط حمراء كده وبدأ بنقط سمراء وكان أغمق من كده، بس أنا كل ما بكبر هو بيخف حاجات بسيطة، بس بيطلع لي حاجات كده زي دمامل كده، هي الحمد لله بشيلها في مستشفى الجامعة هنا كل فترة، يعني بتظهر لي في الصيف أكتر حاجة بتظهر لي في الصيف، والمفروض إن الشمس غلط عليا بس عملناش دخل شغلنا والمحل مع والدي، فلازم ان انا اروح مع والدي المحل وبنقف جنب بعض، لان هو احنا ارزاقي على باب الله، وبقف مع والدي سباك وانا معاه في المحل، وبنيجي المحل هنا ممكن نقعد طول اليوم ربنا يكرمنا في شغلانه، وممكن نقعد اسبوع من غير شغل، وممكن في اليوم ربنا يرزقنا بشغلتين ارزاقيه يعني على باب الله. دخلت المدرسه بس انا ما ارتحتش في المدرسه، ويعني ما ارتحتش في المدرسة من نظرات بعض الناس ليا في المدرسة. هو بلدنا المدرسة في بلدنا، بلدنا قرية صغيرة كده وكل الناس عارفاني، بس الناس الغرب المدرسين الغرب فيهم مدرسين جميلة جدا، وفي بعض مدرسين كده كانت نظراتهم مش برتاح لها، لأن أنا حساس جدا، وأي نظرة كده أنا بحس بالإنسان اللي قدامي إن هو مرتاح ليا بيعاملني كويس كده، أنا بزعل من نظرات الناس ومن معاملة أي حد. فهو ده السبب اللي خلاني إن أنا لما أبويا خدني معاه كنت بعد الفسحة هروح معاه، فأنا خدتها إن هي دي فرصة، يعني دي فرصة وسبب إن أنا أخلع من المدرسة وأكملش تعليم عشان خاطر إن أنا ما كنتش برتاح في المدرسة وكده. كل يوم بخرج وبنزل بنزل الشغل وبيقابلني صعوبات كتير قوي، ناس كتير قوي بتكشر في وشي، وبروح لناس بيتصلوا عليا ما يكونوش يعرفوني بيتصلوا عليا، بروح لهم اوقات ناس تقول لي شغلنا خلصت خلاص جبنا حد تاني، ودي اكيد بتضايقني، وبقابل ناس كتير وانا ماشي انا ووالدي رايحين شغلي برضه يتعامل مع والدي كويس ويسلم عليه وانا ما يسلمش عليا، فأنا حساس جدا، الحاجات دي بتضايقني برضو وباخدها جوايا، بس بقول الحمد لله يعني ومبينش، بس اكيد كل يوم لما بروح وافتكر اكيد بفكر في الموضوع ده واقول الحمد لله، بس برضو بيزعل، بس كل اللي مصبرني على ده ان انا عارف ان اللي فيها ده ابتلاء وفضل من ربنا، ربنا كبير يعني ان انا احسن من ناس كتير، وهو ده اللي مخليني يعني ان انا قوي كده وقدامكم، بس كل يوم بيقابلني صعوبات كتير والله، بس الحمد لله. وبرده الحاجة اللي بتضايقني أكتر إن في ناس يعني زي الأطفال اللي في الشوارع أول ما بيشوفوني بيكشوا مني ويتخضوا، بس أنا ما بزعلش برده منهم، بس بالليل أنا لما بروح وكده بزعل وحط في نفسي، وفي ناس كتير أصلا ناس كبيرة كمان في السن بتقابلني في الشارع بتكش مني كده، وبتكون نظراتها كده أنا بشوفها بتضايق من نظراتها، بس هعمل ايه يعني، هو الناس بقى ديت مش فاهمه ان ده فضل ونعمه من ربنا. اوقات برضو انا جات لي فتره اكتئاب كده ان انا مش عايز انزل الشغل مع ابويا ولا الشارع ولا اروح اي حته، لدرجه ان كان برضو والدي عنده شغلانه ورايحين عند ست ما عملناش شغلانه، ابويا ساب الشغلانه بسبب بتقول له ما يدخلش الشقه عندي، انا زعلت وما كنتش عايز انزل تاني يعني من نظرات الناس والمعامله دي، قعدت فتره في البيت ان انا ما كنتش عايز انزل الشارع تاني، بس ابويا اللي ما بيسيبنيش في البيت وبيضغط عليا وما بيرضاش يخليني اقعد في البيت، وبيشوف الناس بتعامل معايا ازاي وبيضغط عليا برضو علشان يخليني ان انا اتعامل واعيش وسط الناس، لان في ناس حلوه فيه بس اكتر الناس
معاملتها صعبة. بالنسبة للعلاج حضرتك، أنا ما خليتش مستشفى ما رحتهاش، الله يرحمها جدتي وجدي وأبويا ربنا يديله الصحة، ومامتي ما خلوش بيا مستشفى ما روحتش فيها. هنا في مستشفى الجامعة قعدت فترة، هنا في مستشفى الجامعة عملت كام عملية هنا في مستشفى الجامعة، ورحت معهد نصر في القاهرة عملت عملية. أنا عملت حوالي 11 عملية، بيطلع لي حاجات زي دمامل كده صغيرة، حاجات زي دي كده، وفيها حاجات بتظهر في ظهري وفي جسمي. ده في فترة الصيف وصار لي حاجات زي كده، وبتابع في الجامعة على طول وبشيلها الحمد لله على طول. لدرجة إن أنا كنت آخر مرة في بعمل عملية في متغمر، كانت في راسي هنا، كان زي كيس دهني كده شلته من راسي. الدكتور شافني بيقول لي يا ابني ده ما شاء الله ربنا يشفيك ويديك الصحة، أنا أعرف حالة زيك بره، دكتور عنده ابنه زيك حطه في أوضة إزاز وما بيخرجوش ومش بيمشيه، أنت ربنا يديك الصحة ويشفيك. وقعد يحكي لي لدرجة إن قال لي إن ابنه مات من الحبسة. فأنا الحمد لله بحمد ربنا، نفسي إن أنا أتعالج، وعلشان إن أمشي في الشارع محدش يبصلي بنظرة مش عاجباني، أو نظرات الناس المتعبة ديت اللي بتضايقني في حياتي، وعشان خاطر إن أنا دلوقتي لما أروح للإنسانة بنت الحلال ما تقولش في وشه فش، أنا مقتنع إن اللي فيا ده فضل ونعمة من ربنا، هو خير ليا من ربنا. بس في ناس كتير كده بتبص تقول إيه اللي في وشه ده، مش فاهمة إن ده فضل ونعمة من ربنا. فأنا برضو عشان عايز أعيش حياة كويسة وأكمل حياتي مع زوجة ويكون لي أسرة، إن أنا عايز أتعالج وأكمل حياتي وأنا سليم، عشان برضو عشان خاطر الإنسان اللي هكمل معاه حياتي، وعشان خاطر أهلي، وعشان خاطر أمي وأبويا برضو نفسهم إن أنا أتعالج وإن أنا أكمل حياة كويسة. السلام عليكم. أحمد أول ما اتولد وهو عنده 8 شهور بالظبط بدأت نقط حمراء تظهر في وشه. بدأنا نروح للدكاترة أمراض جلدية، ورحت الحوض المرصود في مصر، ولفيت بوف دكاترة كتير في أماكن كتير ما لقيتش له علاج. الدكتور يقول لي عايز يغير دم، ودكتور يقول لي عايز يتعالج بره، ودكتور يقول لي احبسه في البيت وما تطلعهوش علشان هو لو خرج وطلع بره هيتعب أكتر وما يتعرضش للشمس. سيد المسؤولين ان يساعدوني في علاج ابني، وان كان يسافر بره يتعالج هنا في مصر اللي هم شايفينه، يعني ان هو ابني يتعالج. بس كل اللي انا عايزه ان ابني يتعالج. ابني عنده 25 سنه النهارده وهو كويس، والمرض بتاعه ما هوش معدي ولا حاجه، بس انا عايز اسفره عشان عايز اعالجه، عايز يتربى عيشه كويسه. الدنيا واقفه معانا بصراحه، من الاخر الدنيا واقفه معانا. انا لو اقدر اعالج ابني على حسابي انا هعالجه، مش هستنى، والدنيا واقفة وانا عايز اعالج ابني. انا نفسي اعالج ابني وابني يبقى كويس، ومش في وسط الناس يبقى كويس ومعنا، بس مش عايز حاجة اكتر من كده.